السلام عليكم. اليوم جايبكم فد موضوع بسيط ومهم في صنع نماذج الطائرات، هو شلون نعرف بأنه هذا المحرك اللي عندي هسه اللي أمامي بأنه هذا ايش قد راح يرفع لي الطيارة، وشنو المروحة اللي حيشدها عليه المناسبة له. هشرح لكم اليوم شرح بسيط، ما حندخل في بتفاصيل العلمية للموضوع، بأقل عدد ممكن من المعدات. نشوف هنا المحرك اللي موجود اللي أمامي، اللي هو ار اس موديل، اللي هو 22 ملم، اللي هو قطر ب 0.5 ملم الارتفاع، بقوة هو اللي موجود عندنا 2030 كي في. السي سي دبليو يعني يفتر عكس عقارب الساعة عندنا اللي موجود أمامي. هاي المعلومات نقدر نطلعها من الانترنت، نسوي بحث بسيط على نعرف شنو مواصفات هذا المحرك اللي عندي. بعد ما اكتب اسم المحرك راح يطلع عندي تفاصيل هواية ومواقع كثيرة، بس انا اللي احتاج تفاصيل الطول والعرض والارتفاع، وخاصة النقاط التثبيت اللي موجودة بالطيارة. هذا استفاد من عدة من اثناء بناء الطائرة. هذا اللي هنا الداتا شيت اللي موجود اللي امامي، اما طلع من الانترنت. اهم شيء اشوف هنا موتور برفورمانس داتا اللي عندي، هذا ادور عليه بالانترنت، اكتب رقم الموتور راح تطلع عندي مثل هذه اللوحة موجودة. الموديل الموتور اللي هو يعني الموديل اللي عندي الار بي ام، اللي هو الكي في اللي موجود 2300، هذا تحت غيرنا موديل ثاني، نحن نبقى هنا في هذا المجال. هنا من الممكن أن نشد عليه نوعين من البطاريات، اللي هو 3 سير و4 سير من الفولتية اللي حنشوفها أمامنا بها. أنا خلينا نعتبر عندنا 3 سير. البروب يعني المروحة اللي هي 50 45، يعني خمسة. عندك اللود كارنت اللي هي الأمبيرية، عاد يتحمل إلى 19 أمبير بها. هاي الامبيريه هنايا والواطيه هسه خلينا نتركها، احنا جايين ندور على البول اللي هو السحب، ايش قد عندي غرام يقدر يسحب لي. شوف هذا 660 غرام، يعني اكثر من نص كيلو يسحب لي الطياره. بعدين نجي احنا هنايا الليبو سيل اللي هو عندك من 2 الى 4 سيل اكثر شيء، والوزن 28. بس انا عندي اريد اسهلها عليكم وما ادوخكم، أنا أريد أطلع الوزن ويا المروحة ويا عندي نوع البطارية اللي أركبها، على مدى أعرف بأنه هاي طيارتي راح تطير لو ما تطير. أنا هذا اللي دا أدور عليه. شوف هاي أكو داتا شي ثانية بعد أكثر همنا، يعني ممكن نوصل إلى أكثر تعقيد، هم نفس الموضوع نوع المحرك، ونعطيني بيه اللي هو 12 و16 و3 خلايا و4 خلايا، ويعطيني نوع البروب اللي هي المروحة. بس هنا يعطيني تفاصيل هواية أكثر، بأنه كل ما عدد الأمبيرات اللي أنطي، يعني كل ما الثريتل عندي السرعة أزيد الأمبيرية من 1 أمبير إلى أتحمل إلى 20 أمبير، هنا ايش قد ينطيني الغرام السحب. راح يبدي من 62 يوصل إلى تقريبا 712. وهاي الواطية مثل ما قلت لكم، خلينا نترك الواطية وخلينا نترك الجي على الدبليو، هم نترك الآن. فهنا ال ار بي ام يوصل الى 20,000 دورة. انا اللي ادور هسه بالنسبه لطيارتي مثل ما اتفقنا، بانه ادور نوع المحرك، المروحه شين هي اللي عندي بيها، البروب اللي هي عندي، وش قد يسحب لي بيها. انا هذا اللي اريد اوصله. هسه راح نبدي نسوي تجارب على مود شلون نعرف المراوح تتناسب تناسب ويا البطاريه اللي عندي. راح اجيب من الفورم الموجود، الفورم اللي عندك، الفورم بورد الاعتيادي، اجي اسوي قاعدة بسيطة للمحرك. هذا من خشب عادي اسوي، وهذا فورم عادي اللي موجود، هالقاعدة الاصلية اللي موجودة، واركب المحرك على القاعدة ومن ثم على القاعدة الرئيسية، واركب الاي اس سي اللي عندي ابو 30 امبير كافي، ابو 20 امبير هم كافي على هذا المحرك، بين 20 الى 30 امبير كلش كافي وزايد عليه. بالمناسبة إذا تيجي تشتغل شغل صحيح وتطلع القياسات كاملة، إذا تيجي تشتغل شغل بروفيشنال لازم تاخذ لك جهاز الأفوميتر يقيس الأمبيرية والواطية والفولتية كما موضح بهذا الجهاز. هاكم جهاز خاص لنماذج الطائرات، يقيس لك الأمبيرية ويا الفولتية ويا الواطية، ويطلع لك القياسات الصحيحة على مود تقدر تضبط وراها
مضبط طيارتك، خاصة البطارية ايش راح تشتغل وياك، ايش قد السرعة، ايش قد الوقت، تحسب حساباتك الصحيحة. بس أنا ما أريد أحملكم فلوس وتشتري جهاز إضافي، لا، إحنا راح نشتغل بأبسط ما يكون. حساس ما يعني ميزان حساس نحتاج بشغلنا، أهم شيء نحول على الغرامات ونركب القاعدة اللي جبناها اللي سويناها فوق هذا الميزان، ونجيب وحنجيب بطارية هم لثلاثة سيل ونتحكم بها، ولح نجيب عدة مراوح، ولح نبدي نشتغل على وحدة وحدة، ولح نشوف يا هو أفضل مروحة تعطينا أعلى سرعة. طبعا بالمناسبة هي مو الأعلى سرعة واللي أعلى وزن ترفع بأنه هي راح تفيد طيارتك، ترى هذا يعني إذا تاخذ تسموه الماكسيموم سبيد ويا أعلى لود راح تحمل المحرك، من الممكن أن المحرك مالتك يتلف. فأنت تحسب حساباتك بأنه تاخذ المروحة اللي هي يعني نقول أنه تنطيك في 80% من القوة المطلوبة، يعني مو 100%، ممكن تحرق الماطور أو تحرق ملفاته، وخاصة الماطورات اللي موجودة بالسوق هي أكثرها تجارية. أول مرة راح نجرب، راح نبدي من القليل ونصعد اللي هي 7 إنش، وراح نجربها عدة ويانا يعني راح نجربها. شوف قبل ما نبدي ثبتنا الماطور، ثبتناه فوق الميزان، وربطنا البطارية اللي موجودة هي 3 سيل، وربطنا ربط نتأكد بأنه يكون الدفع عكسي، يعني دفع للأسفل مو للأعلى على مود يبدي نقدر نعرف قد الوزن. وربط الجهاز ويا الراديو كنترول على مود بالحقيقة أكون واقف بعيد عنها، لأنه ممكن هذه المروحة ممكن تطير تفلت تضرب على مود لا تأذيني. فأفضل شيء ركب عندك الراديو كنترول وخلي عندك تليفون يصور على مود تعرف أنت أو أفضل سرعة لحد تحصلها. شوف حصلنا هنا بأنه على هاي الحجم المحرك المروحة اللي هي 70 45، اللي أعلى شيء وصل عندي 590 غرام قوة السحب. هذه أسجلها بورقة على صفحة، أبدي أكمل اللي عندي بقية المراوح. هاي المروحة الثانية جبتها اللي هي 70 40، هي هاي جاهزة، ليش كانت قبلها مطبوعة هاني ضابعها، همين راح نركبها نفس التركيب نفس التجربة ونتابع كيف السرعة توصل. هاي اللي بعد هنا اللي هي 70 40 حجم المروحة، سحب عندي تقريبا 597 غرام قوة السحب. نشوف هي الأرقام تقريبا متقاربة، يعني مو بها فروقات كلش كبيرة. نستمر بالفحص، عندنا هاي حجم المروحة اللي هي 50 45 30، وهي هاي أكثر وحدة مناسبة يعني لهاي هذا المحركات. شوف هذه هنا ال 50 45 قوة السحب وصلنا إلى 610، يعني 610 غرام. طبعا بالتأكيد احنا هي بطارية كليتها اللي عندنا هي ثلاثية الخلايا، يعني البطاريات كلها هي اللي نستخدم نفس البطارية، ما يصير نبدل. هلا راح نجيب مروحة ثانية اللي هي 8 إنش 40، هم نفس العملية ونجرب. نا وصل إلى 645، وصل 645. بالحقيقة عندي هنا ملاحظة، كل ما قمت أكبر المراوح وأعطي سرعة عالية قمت ألاحظ بدأت تصير حماوة على المحرك. ليش؟ بدأت الأمبيرية تسحب أكثر، لأنه الدراج يعني قوة العرقلة الهواء تزيد، فيبدي المحرك يحتاج إلى تورك، يعني إلى عزم اعلى. شو مثل لما تحرك السياره على 1 و2 و3 و4،
يعني مثل ما انت اذا تحرك السياره على الثالث وتضغط البنزين باعلى سرعه، فتشوف السياره يعني ما حتمشي بصوره صحيحه. فلازم نختار المروحه المناسبه مع الامبيريه الصحيحه مع الواطيه الصحيحه. بس احنا قلنا اليوم الامبيريه والواطيه خلينا نتركها، بس خلينا نطلع قوه السحب لكل طياره عندنا. هاي بعد جبت 845 جاهزه. هذه المروحة بالحقيقة أعطتني أعلى قوة سحب اللي هي ما شاء الله تقريبا يعني 3/4 كيلو، 3/4 كيلو على هذا المحرك الصغير اللي هو 2205، من هي تعتبر محركات الصغيرة بالتأكيد، هذه مو المحركات الكبيرة. صح هو عندك ال 2300 الكي في، بس هو محرك صغير بها أعطاني بها هذا اللي هو سحب عمودي. يعني انت هذا ممكن بانه هذا اذا خليت على هالسرعه وهذا الوزن ممكن يرفع من الارض بها. بس احنا بما انه طياراتنا اللي هي طيارات اللي هي ثابته الجناح، انت عندك بعد الجناح راح ينطيني قوه رفع. يعني من تجي تحسب بانه انا عندي بعد طياره وياها الفويل الموجود الجناح بها ينطيني قوه الرفع، يعني ممكن أنا صح هذا أنطاني 3/4 كيلو، بس ممكن أنا أوصل للرفع إلى 150% من قوة هذا الوزن اللي موجود. يعني ممكن أنا أطير طيارة وزنها الكلي 1.5 كيلو بقوة هاي المحرك. طبعا أكو حسابات ثانية بينها أطلع قوة اللفت ويا قوة الدراج مالتي وأطلع الحسابات الكاملة، بس ما أريد أدخلكم بهالتعقيد. أنطيك معادلة شوية أبسط. أنت شو تشوف وزن هنا؟ ضيف ثلث، يكون هذا وزن طيارتك الكلي. ضيف ثلث فوق هذا الوزن، يعني خلينا نقول بأنه هذا المحرك ويا هذه المروحة إذا الطيارة وصل وزنها كيلو كيلو وشوية، أنا طيارتي تطير بارتياح بها. بالنتيجة النهائية راح قدرت أشوف بأنه صارت أمامي عدة أنواع من المراوح وأنواع قوة السحب، فأنا حقدر أختار المروحة المناسبة للمحرك مالتي. هاي الطريقة اللي هسه أنا فهمتكم بها هي أبسط طريقة ممكنة، يعني أبسط طريقة ممكنة بأنه أنت تحسب بها قوة المروحة ويا الماطور اللي عندك بدون تعقيدات. واللي هو ترى موضوع معقد أكثر من هذا الموضوع، بس حبيت أشرح لكم بصورة بسيطة وأي أقل صرف من الفلوس على المعدات اللي أنت تفحص بها. وشكرا لإصغائكم وبارك الله بكم.